مساء الرقي والذوق والأناقة والجمال في حلقة جديدة من حلقات ساشن، موضوع جديد وضيف جديد وكونسبت جديد. اليوم ضيفتي رشا فخرة، هي مصممة أزياء وستايلست، بتكلم معاها عن الكونسبت اليوم واللي هو الرقي، وبنناقش مع بعض شلون نكون راقين في كل مكان وفي كل وقت وفي كل المناسبات. نشوف مع بعض التفاصيل وارجع لكم في المودبورد آخر الحلقة. مساء الخير ومرحبا فيكم، معكم رشا فخرة، مصممة أزياء وستايلست، مصممة لبراند إكليبس وأم لثلاثة فخورة جدا فيهم، شغفي الفاشن. حياكم الله. مساء الخير رشا. اهلا، مساء النور. انا طبعا اليوم لقائي معك شوي اجواء مختلفه باعتبار انك رفيجتي، فبطفرش واذيك شويه لانك مخترعه افتن عليها ترى حدها مخترعه من اللقاء ومن الكاميرات، بس انا بيش تنسين الحين الكاميرات وتركزين معاي. اكشن اكشن. في البدايه نبي نتكلم عن كونسبت الحلقه اللي هو الرقي. من وجهه نظرك، احنا باعتبار ان الاناقه سلوك، فشنو السلوكيات اللي احنا ممكن نتبعها بحيث نطلع بشكل راقي سواء سلوكيا او في ستايل لبسنا؟ الرقي سلوك ينبع من داخل الانسان، ينشئ من طفولته لمن يكبر. في شيء مكتسب مع الوقت وفي شيء يكون موجود فيه من التربيه. بالنسبه لي الرقي هو تعامل، هو نمط حياه كامل، باخلاقه، بطريقة تعامله مع الناس. بالنسبة للفاشن، طريقة انتقاء السيدة أو البنت للأوتفيت مالها أو طريقة لبسها. أنا بالنسبة لي الستايل أو الرقي يعتبر لايف ستايل، نمط حياة كامل، من طريقة اللبس، من طريقة الكلام، من طريقة الأكل، من طريقة تصفيفك للبيت، من طريقة الشعر، يعني شيء كامل متكامل ما أقدر أنا أجزئه. الحين إذا بنين نتكلم عن اللبس واختياره، أنا أحب ينبع من داخلها، يعكس شخصيتها، لازم تحط بصمتها فعلا. ما تلبس يعني ما تقلد، تكون مميزة. يعني أنا بالنسبة لي هذه النقطة أهم نقطة ودي أركز عليها. مشكلتنا إحنا هني بالكويت أو بالخليج عموماً سالفة الهبة، هي الهبة موجودة، أنت مع ولا ضد؟ يعني أنا دائماً أقول الهبة موش إنها شيء شين، بس الشين فيها إنك تصيرين كوبي من أحد ثاني. يعني أنا ممكن أخذ الترند أو الموضة أو الهبة اللي المفروض إحنا يعني نتبعها، بس أسويها بستايلي وبشخصيتي، تأيديني من هالناحية ولا لا؟ أي أنا أحب أشوف الترند، يعني عندنا سيزنز وبعمرات السيزن يطول يتكرر. انت شنو انت تحبينه، شنو يمشي معك انت. انا ما اشوف بالفاشن صح غلط، يصير ما يصير، لا. انت شنو يلوق لك، شنو راح تطلعين فيه، شنو تبين توصلين المسج حق الناس. يعني اللي يبي يلبس ما يلبسه بس، اكيد هو يبي يوصل شغله معينه للكراود اللي حوله. صحيح. فأريد وأقول إنه هو بصمة وتشوف اللي هو يناسبها. يعني عندنا في بنات يحبون الستايل اللي هو الكلاسيك، بس تسوي له تويست شوية، تضيف له إضافات هي تحبها. أنت كرشا شنو شخصيتك، أو لو يعني أنت الحين بتين توصفين شخصيتك أو ستايلك في اللبس، شنو أنت من أي تايب فيهم؟ ما عندي ستايل معين. أنا كل مرة أنا متغيرة، أحب أتغير وأحب أتجدد. أحب الكلاسيك في وقته، بس هم لازم في تويست. أحب الفورمال مثل اليوم لقيت طريقة فورمال بس مودرن، تاتش غريب لما ندخل التول في الحزام. عندك في قطعة لازم تصير ستيتمنت، هي اللي تطلع اللبس، ممكن الجولري، ممكن جنطة، ممكن تكرمين الحذاء، يعتمد. يعني في شخصيتك أنت حريصة أنك تكونين غير، يعني مو متشابهة مع أحد ثاني، زائد أنك تكونين مميزة. هذا ضروري. صح. مو بس أنا، المفروض يعكس الكل.
كل يعني كل بنت وكل امرأة لازم تكون عندها، لازم تكون هي. يعني انا دائما اقول لهم كونوا يعني كوني انت، صحيح، يعني تميزي، لا تقلدين، صحيح. الترند موجود، الهبة موجودة، اخذي الشيء الحلو اللي يناسبك وبس. بما ان احنا الحين في اطار الحديث عن الرقي، الرقي اكيد ما راح يكون في مكان معين او في مجتمع معين، هو بناء على سلوك عام عموما يعكس سلوكنا، فيكون في كل الاوقات وفي كل الاماكن. فنبي نعطي تيبس او نتكلم بصوره عامه عن الرقي في كل مكان نروح له. يعني انا شلون مثلا بروح الجيم، شلون اكون لابسه لبس الجيم بس ستيل محافظه على رقيي، اكون رايحه شوبينج بس ستيل انا محافظه على الرقي. لان نرد ناكد ونحط خط احمر تحت ان الرقي عباره عن سلوك المفروض يكون متواجد في كل مراحل حياتنا. فخلنا ناخذها ستيب باي ستيب. لو اني فرضا بروح اسوي شوبينج، لكل زمان ومكان للبس، صح، عندك النادي، لبس سبور، لبس النادي، ويروح تروحين في النادي تردين ما تطلعين في كل مكان. للشوبينج عندك الدريسز، الاقطان، عندك السكيرت، الجينز، ممكن ترينينج بطريقه تغيرينها، تحطين جاكيت فوقه، سنيكرز، وصرتي سبور شيك ورحتي عادي. يعني وازني، صحيح. عندش عزيمة، تلبسين لبس يليق بالعزيمة، ما ترين لا أوفر ولا أقل، بالمستوى اللي أنت تشوفينه يليق فيك، مو يليق في اللي موجودين. عشان كذي حتى العزايم في ليفلز حق اللبس، صح. يعني أنا مثلاً ما ألبس لبس عرس على سبيل المثال وأنا رايحة استقبال، بالضبط، والعكس صحيح، صح. وحتى أعتقد علاقتنا بأهل العزيمة نفسها هم يأثر على ستايل لبسنا. يعني لما أكون وايد قراب حق الأشخاص اللي في العرس مثلاً، غير لما أنا أكون شخص من بعيد معزوم مدعو، إيه؟ يعني فوايد في نقاط لازم نحرص عليها وقت اختيار الأوتفيتس. إنزين، إذا نبي نركز على موضوع الشوبينج، يعني لما نروح نسوي شوبينج، لما يجي أختار شيء، شنو العوامل الأساسية اللي لازم أحطها ببالي وأنا أختار؟ هو يختلف أتوقع من شخص لشخص. برأيي أنا الخاص، أنا أحب أشوف شنو احتياجاتي، ما أروح وبس أبي أشتري أي شيء ألاقي أشوفه أو يعني عجبني. أول شيء أحط عندي، عندك الشتاء، موسم الشتاء والصيف، عندك مثلا الاكسسوارز، الباكس، شنو الموسم مالها، الاحذيه تكرمين، الاشياء العمليه. فانت تحط تشوفين انت هذه السنه شنو اللي دارج اول شيء، شنو اللي انت حبيتي ثاني شيء، شنو انت تحتاجين. احتياجي انا يختلف عن احتياج شروق، صح، عن احتياج سين من الناس. فلازم ترتب على احتياجاتها وتسوي خطه وتروح. يعني هذه أنا أبيك تعلميني الخطة، لأن ليومك أعترف أن أنا فاشلة في هذه السالفة. يعني أنا عندي مشكلة أن أنا لما أروح أسوي شوبينج أي شيء يعجبني أخذه، ما أشتري بناء على احتياجاتي، وهذا غلط، غلط كبير يعني. فراح أخذ عندك كورس شاشة. إنزين، هذا بالنسبة حق الشوبينج لو أنا بروح أشتري. لو أنا بروح أتسوق، شنو الأوتفت المناسب أو مواصفات الأوتفت المناسب اللي المفروض ألبسه وقت الشوبينج؟ يعني أنا أعتقد من أهم المواصفات أنه يكون شيء مريح. طبعاً. شنو المواصفات الثانية الأساسية اللي تكون موجودة في اللبس اللي أحتاجه أو المفروض ألبسه وقت الشوبينج؟ يعني ما تلبسين هاي هيل كعب. مع أن إحنا وايد نشوف منظر الهاي هيل والثن بعد يكون وايد ضعيف، صح. يعني ويلبسونه وتلاقينهم يتمشون بالسوق، أنا أستغرب صراحة شلون، لأنه وايد متعب. متعب. فهذه من الأشياء الأساسية. سهل بالتبديل، لأنك تبي تقايسين، بتشوفين أكثر من أوتفيت، بتطالعين، بتروحين، بتقعدين، فلازم يكون وايد مريح، سهل، يعني easy going. هذا بالنسبة حق الأشياء المريحة يعني. إنزين، إذا جينا بنختار لبس الجيم، أعتقد هذا من الأشياء اللي مو سهل، مع أن الناس تعتقد أنه سهل، في أن إحنا نختاره، لأن في ناس تقول لك أنا مثلاً أحتاج ألبس لبس الجيم ولازم اسوي عليه شيء يعني ثاني، لان انا بطلع من الجيم بروح مكان ثاني، بروح مثلا اسوي شوبينج، هل لازم ابدل ملابسي
هو يفضل طبعا، بس اذا في شخص مثلا ما عنده وقت انه يبدل ملابسه، شنو التويست اللي ممكن يسويه على اللبس اللي هو لابسه بحيث انه يقدر يروح مثلا شوبينج؟ اوكي، الحين الماركات تقريبا معظمها او اذا مو اغلبها مسوين اوتفيت حق بعد الجيم. حلو. في ترندات اللي هم الجاكيتات الطويله حق المتحجبات، في الجاكيت القصير، طريقتهم اصلا اختلفت الحين، صار في شراويل مو بس الليجنجز، عندك يعني في وايد يعني الماركات الحين اغلبها حط يعني موفرين هذه الفاسيلتيز او الميزه، مو الميزه، نقول الاوتفيت السهله ان تكملين فيه مشاويرك. يعني تدشين انت باوتفيت ممكن تطلعين باوتفيت ثاني، او انه بس تلبسين فوق الجاكيت تطلعين، يغير لك اللوك 180 درجه وتقدرين اتس برنس يعني يعطي شكل زين. حلو. زين، ايش رايك بالتويست اللي صار في الفاشن مؤخرا، واللي صار في فئه كبيره من البراندز تسوي اليونيسكس ستايلات او كولكشنز تكون كامله، يقدرون يلبسونها الشباب ويلبسونها البنات؟ هل انت يعني من الناس اللي تأيد هذا النوع من اللبس؟ هل انت ممكن تلبسينه ولا لا؟ لا، ما أيد. ما تأيدين؟ لا، الشباب لهم لبس والبنات لهم لبس. هل انت ما ممكن يعني تيشرتات بس؟ هم لا، ما افضل. ما تفضلين؟ اوكي، مع انه يعني مسوي ضجه هذا اللاين في الفاشن، يمشي برا بس ما اعتقد يمشي احنا عندنا. وايد ناس اشوفهم يلبسونه، ما ادري، انا احس ان في ناس حتى تروح، يعني في بنات تلاقينها تروح تشتري من لاين الشباب، صح، بس بطريقتها او بالستايلينج مالها الخاص فيها ممكن تطلعه بشكل انثوي. في براندات ينزلون يعني ينزلون شغلات للشباب بس هي تلوق للمراه اكثر. صحيح. عشان كذي ياخذونها. صحيح. ممكن انا اخذ قطعه قطعتين ما راح تبين اصلا انها للشباب، والبسها بطريقتي وما راح تبين. يعني انت تعتقدين ان لبس الشباب ممكن يلبسون البنات ويسوون عليه توست، بس العكس مو صحيح. مستحيل. صح. مستحيل. انا ايدك في هذه النقطه. اي مستحيل. لا، نرجع حق التبس اللي لها علاقه بالرقي كسلوك وكطبعا كلبس. انت كأم رشا، شلون تبنين هذا السلوك او تنمين هذا السلوك في عيالك؟ هذا يجي مع التربيه، يعني لما نطلع يشوفون هم يشوفون الام والابو، طريقتهم بالشوبينج وطريقتهم باللبس هي تتوارث. تكونين قدوه بالنسبه لهم. اي طبعا، هم يشوفون الصبي راح يشوف ابوه كقدوه، طريقه لبسه، وبعدين هم المجتمع. يعني لا تنسين ان هم من هذا يضيف اضافات. يعني احنا عندنا هني الجداشه لبس رسمي ما تقدرين، خلاص هذا يعني لازم موجود عندهم. والسبور يشوفونه من طريقه شلون الابو، الاصدقاء يدخل معاهم. البنت لا، اكثر تكون مع الام لما تروح تشوفها شلون تغتني اشياءها واغراضها، لما تشوفها شلون تلبس وشي ميكس اند ماتش مع هي تبتدي تكون فكرتها. بسم الله عليهم بعد الحين شطار اكثر منا. صحيح. يشوفونا ويشوفون بالنت. اللي برا وهم they create their own يعني الستايل، which is يعني انا اشوفه احسن منا احنا. اذا هل انت توجهين يعني الحين اذا شفتي بنتك اختارت شيء ما حبيتي انت او ما عجبك، هل توجهينها؟ هل تنصحينها؟ هل تمنعينها؟ انت من اي فئه من الناس؟ لا، اوجهها. اقول لها هذا يعني ولازم يكون طريقه حلوه ولبقه وتينها باسلوب يعني في رقي. اي ما في امر. يعني انا افضل ايش رايك انت كذي، هذه ولا هذه؟ من هو يعني انت قولي لي، يعني اعطيني رايك. لما انت تعطينها هالاوبشن تبتدي تفكر بالاوبشن اللي انا اعطيتها اياه، راح تجيها بطريقه غير مباشره. وإذا ما اقتنعت هل تجبرينها أو تخلينها تلبس اللي أنت مو مقتنعة فيه؟ بالبداية ما أشتري اللي أنا مقابلته. عرفتي؟ يعني حتى إذا نصحتيها وما اقتنعت ما تشترينها؟ ما أشتري. أوكي. يعني أقول لها فكري. أنا أقول فكري أحسن وخلي مر كم محل. هي مع الوقت والشوبينج تقتنع بأشياء ثانية؟ إي راح تقتنع بأشياء ثانية. حلو. زين، هذا بالنسبة حق عيالك. بالنسبة حقك انت، إذا رحتي تسوين شوبينج
من هذا السؤال انا يعني ودي كل واحده تجاوب عليه. اذا رحتي تسوين شوبينج، وبما انك على قولتك انت من الناس اللي لما تروحين تسوين شوبينج تاخذين احتياجاتك. زين، فرضا انت رحتي وشفتي قطع عجبتك وهي مو من ضمن احتياجاتك، شلون تتصرفين في هالحاله؟ هل انت من النوع اللي تقنعين نفسك مثل ما اقنعتي بنتك، ولا ان انت ما تقدرين تسوين كنترول مثلي انا؟ اذا اخذت اللي ابي هو عموما شخصيتي لما ادش المحل انا اسوي سكان. اوكي، ما اقعد اطالع كل قطعه وكذي، في شغلات هي تكلمني تقول لك خذيني، اي تقول لي تعالي يعني شوفيني. فاشوفها اذا عجبتني ومن ضمن احتياجي راح اخذها. في اشياء لابد تطلع لك ترى، يعني صح، ما راح اقول لك اني انا ادخل محل مثلا وفي قطعه عجبتني ما اخذها بس هم اشوفها اقدر استخدمها، لان انا شخص ملول او احب اخذ القطعه والبسها بكذا طريقه. ما البسها مره واحده وما اعيدها بنفس الطريقه مره ثانيه. ف يعني اكون حريصه، ما يعني اسمع، يعني تشاورين نفسك، اي اي تروحين وتردين مثلا؟ اي اروح وارد عادي. يعني انا مو من النوع اللي انزلت القطعه وهبه، طبعا الهبه انسي الموضوع، ما اخذ اي هبه، ما اخذها. اوكي، ما احب، لازم تكون هبه بس انا عجبتني او فيها، انا مغيره فيها. الا اذا يعني كانت ابيس القطع اللي كذي ممكن تكون جناط. تحرصين على الليمتد اديشنز؟ لا انا ما اخذ ليمتد اديشن، ما تاخذين ماركات؟ ايه؟ لا ما تاخذين. احب يكون لي ستايلي الخاص. اوكي، اي زين، ايش اللي تحسين انك اذا سويتيه وقت اختيار الاوتفيت ان تميزين نفسك عن غيرك؟ بطريقه تلبق الستايلينج. اي اوكي، هو الستايلينج، شلون بحط هذه القطعه مع هذه، تسريحه الشعر مع الميك اب مع الاكسسوار، مع كله يكمل بعض. زين، احنا مدام دشينا في لاين الستايلينج او موضوع الستايلينج، انت حاليا تشتغلين في مجال الستايلينج؟ توني الخطوه الاولى. الخطوه الاولى، الله يوفقك ان شاء الله. بس لو ان انت ستايلج مثل ما تفضلتي قبل شوي ان انت ستايلج متغير، وجيتي تبي تسوين ستايلينج حق واحده وستايلها يختلف تماما عن ذوقك، شو تسوين في هالحاله؟ لازم يعني لازم ارضيها. ترضين نفسك بطريقتي عاد انا. اوكي، هذه انا وشطارتي. لا انت شاطره. فهني راح اعرف اذا انا راح يعني اغير الستايل، بعدين هي طريقه المعامله. وانت شلون تعرضين لها الاغراض بالبيسز والالوان وشنو يناسبها وتشوقينها وتكلمينها، القدره على الاقناع. اي القدره على جذبها حق اللي انا يعني. زين رشا، انا يعني العاده اختم لقائي مع ضيوفي بسؤالين. السؤال الاول لا علاقه فيك انت، وهو اختيارك حق الاوتفيت اللي انت لابسته. يعني اليوم انت لما قررتي تختارين هذا الاوتفيت، شنو حطيتي ببالك وعلى اي اساس اخترتي هذا الاوتفيت؟ اوكي، اول اختيار كان لان بطلع برنامج بالتلفزيون، فلازم يكون يعني يليق في المقابلة. هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا أحب يعني من القطع اللي أستانس عليها دائما بكل سيزن تكون عندي أكثر من قطعة أقتنيها، اللي هي الجاكيتات. فهو يعطيك الطابع الرسمي شوية، بس نغير فيه بالقصة باللون، طريقة لبسه، بطريقة اللبس. بعدين لما ندخل السكيرت وتكون تول، فانت شويه كسرتي حده الفورمال، اعطيتي انوثه اكثر. اعطيته انوثه اكثر. صحيح. بالضبط. واختيارك حق اللونين او صاير نص بنص، هذا هل من اختيار التميز مثل ما نقول في شخصيتك، او طبع التميز في شخصيتك، ان تبين شيء مختلف شويه؟ مختلف، اي، لانه هو اللي شدني قبل وانا اخذه، يعني انه نص ونص، والقصه قصيره طويله، مو مضبوط، يعني مو مألوف، كلاسيك، مو معروف، اي غير مألوف. صحيح. اللوك. واختيارك حق مجوهراتك واكسسواراتك؟ ما ادري، احب الاشياء اللي شويه يونيك.
اوكي، سواء في مجوهرات او الاكسسوارات. تميلين اكثر حق الاكسسوار ولا المجوهرات؟ لا ولا المجوهرات. حسب المجوهرات؟ لا المجوهرات. يعني انا اشوف ان خصوصا الاكسسوارز اللي الحين اللي قاعده يعني تنباع تقريبا مقاربه اسعارها للمجوهرات، فانا افضل يكون جولري اكثر من اكسسوار. شوفي انا في السابق، لا والله مو في السابق، لي وقت قريب يعني لي وقت كورونا خلينا نقول، كنت تقدرين تقولين عني من كولكتر بالنسبه حق الاكسسوارز، يعني فعلا كنت اشتري قطع اسعارها تعادل سعر المجوهرات، فتو صارت عندي هذه الصحوه اللي انت تتكلمين عنها. لا انا احس انه حرام يعني. اوكي ممكن يعني مثل عندنا احنا رمضان يعني له اكسسواراته في جولري، بس الاكسسوارات طابعها يعني يلوق اكثر مع الدراعه وال، فهذا ممكن. بس انه طول السنه اشتري لا. هل تعتقدين ان الاكسسوار سوري المجوهرات تعطي رقي حق الاوتفيت اكثر من الاكسسوار، ولا يعتمد على لا يعتمد على اختيار الشخص، ما له شغل. انزين السؤال الاخير اللي اختم فيه دائما لقائي، من باب ان الناس اذواق وان احنا لازم نحترم كل الاذواق، صح؟ فلو رشا اللي اختارت الاوتفيت اللي عليه شلون يعني ممكن تلبسه، او شنو الشيء اللي ممكن تغير فيه؟ يعني انا الحين لابسته بهذه الطريقه كشروق سالمين، لو رشا هي اللي بتلبسه شو تغيرين فيه؟ ما غير، يمكن شويه اقصر الطوله. طول شنو الجاكيت قصدك؟ لا مو الجاكيت، الجمبسوت نفسه، واغير الشوز. اذا تقصرين طوله قصدك تسوينه قصير؟ اي اوكي، فهني عشان كذي الستايلات تختلف طبعا، هي الرأي تختلف من شخص. بس لا تشيشين الحين اروح اقصه ترى عادي واغير الستايل. مشكوره رشا على هاللقاء والتبس الحلوه اللي اخذناها منك، اكيد راح نستفيد منها والمشاهدين اكيد بيستفيدون، واكيد راح نبوقك في مرات جايه حق تبس ثانيه ومناسبات ثانيه. نورتينا حبيبتي، شكرا. مود بورد اليوم هو عبارة عن الجمب سوت. الجمب سوت شغلة من الأشياء اللي أنا وايد أحب أوظفها في تصاميمي، سواء كان التصميم كاجوال أو حق مناسبة أو حتى ساعات حق الدراعة. في اختلاف في القصات وفي اختلاف في الديزاينات، لكن أجمعهم كلهم تحت مظلة الجمب سوت. اليوم الأوتفيت اللي أنا لابسته جمب سوت وفوقه جاكيت، ستايله ممكن يلبس حق مناسبة بسيطة وممكن يلبس حق استقبال، بس حسب الاكسسوار أو المجوهرات اللي ممكن نلبسها معه. استخدمت لون هادي زائد لون قوي، والأورنج بالتحديد لأن أنا شخصياً أحبه ولأنه من ألوان الصيف السنة. فراح انتقل معاكم حق المود بورد ونشوف تفاصيل مود بورد الحلقة هذه واللي هو الجمبسوت. وفي ختام حلقة اليوم، حلقة أنيقة وضيفتي دمها خفيف مثل ما شفتوها، أختم معاكم حلقتي هذه، لين ألقاكم الأسبوع الجاي بكونسبت جديد وضيف جديد وموضوع جديد. أكشن. والله أنك تقص علي. ماكو أكشن، خلوني أشوف. أشوفني أول، وروني أنا. إي هذه الكاميرا الخفية شو تصور؟ شو اسمي انا؟
أجين. فاني شش. أنا أوكي؟ قعدتي أوكي؟ لماذا؟ لماذا؟ لا بلا بلا لا تقول لا. شرير اليوم صاير شرير. آه وجهك صراحة شرير يعني اليوم. الله يشفيك يشفيك، ليش مو عاجبك الله يهداك؟ ما عيش طفرني. أصلاً إذا مو أوكي ما يصور، زوجها ما عرفه. إيه بب؟ لا الحين. إيه خربتي المقابلة منه، ما أدري من ترى. اخترعت. ايش قاعده اقول نسيت؟ لا احلف ما عيش ينقص عليك، صاير شرير اليوم. ليش انت شرير اليوم؟ من كثر كلامك وانت كثر ما كنتي مخترعه اول شيء، توقعت ان هذا ربع الحكي اللي قلتيه ما راح تقولينه. انزين يلا. في حتام. تضحكين حق الشماته، حق الشماته، اوكي.